قبل أكثر من 50 عاما وتحديدا في عام 1960 التقى مجموعة من الشباب الإماراتي في منزل بخيت سالم وقرروا تأسيس ناد رياضي أطلقوا عليه اسم نادي الزمالك أسوة بالنادي المصري الشهير. الكيان الصغير جذب العديد من الشبان ليتحول من الزمالك إلى نادي الوصل في منطقة زعبيل بدبي. شوف هو الانتقاد موجود في كل الحالات سواء وجود مارادونا أو بدون وجود مارادونا، لكن الانتقاد لازم يكون في مكانه. اليوم أنت جبت أسطورة عالمية خدمة دورة الإمارات، اليوم أصبح الدوري متابع من جنسيات ودول عالمية محطات عالمية كبرى. المنافع اللي موجودة الحين في إعذار مارادونا تغطي كل الأشياء السلبية الممكن تحدث في الملعب.